هل الاتكال على الله أمر سهل ولا أمر صعب؟ في الحقيقة هو سهل جدا وصعب. هو سهل جدا لأنك بتتكل على الله، كل المطلوب منك أن تتكل عليه، إنك ترمي كل حملك عليه، أن تعتمد عليه بعزم القلب. هذا هو الجانب السهل في هذا الأمر، أن تتكل على الله. لكن المشكلة في الإنسان الذي كانت خطيته في البداية هي الاستقلال عن الله. صعب على الإنسان جدا أن يتكل في كل أموره على الله، الصغيرة والكبيرة صعب، لكن هذا هو المطلوب. عندما لا تتكل على الله، عندما لا يتم في قول الحكيم توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. إذا اتكلت على الله سيكون من نصيبك هذا الوعد، ويفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتظللهم. في آية جميلة وردت في إشعياء 26 والآية 3 عن الاتكال على الرب، يقول النبي إشعياء في أصحاح 26 الآية 3: ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لأنه عليك متوكل. وبعدين يقول: توكلوا على الرب إلى الأبد، لأن فياه الرب صخر الدهور. الأمر المزدوج: اتكل على الرب. إذا اتكلت على الرب ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما، لأنه عليك متوكل. هذا الأصحاح يبدأ بأغنية بترنيمة، لأنك إذا اتكلت على الله سيكون من نصيبك الفرح والسرور والترنيم. فيقول في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا، أرض الحمد، سوف يغنى بهذه الأغنية.